يوتيوب ومطربات. انا قلت جملة خطيرة في يوم الايام وبقولها تاني، هناك بعض المطربات التي تغني بالنصف الاعلى لخدمة النصف الاسفل. خدي كلامي زي ما انت عايزة، افهموا بقى اللي تقال. هو الغنى ان انا اوري الحتة دي ولا اوري الحتة دي ولا اقول هو ده الغنى يا فندم؟ لا. اجيب لك امثلة في الغنى فيها الوحواحة والبحبحة والحاجات دي كلها ما موجودة، ولذلك ورغم هذا المطربة بتاعتها نجحت كممثلة وبقت رائعة وممكن تاخد جوايز، انما تغني تاني جابوها تغني قريب ما بنتش تحت الشمس. ليه؟ الجمهور كل يوم هيفهم وبيفهم، بس عبال ما يفهم هيكون في اجيال طلعت دمارة. طب من امتى واحنا في المعضلة دي؟ يعني احنا بقالنا سنين. اقولها لك. احنا بقالنا سنين في المعضلة. اقولك من 67. طيب واللي اتغير؟ احنا يعني عم نزداد سوءا؟ ليه؟ احنا بنزداد سوءا؟ لا، الوضع بيزداد سوءا؟ بدأت ايه؟ بدأت باللبس، بالكلمة. لما اجي اقول زمان هم جم اتلككوا وقال لك طب ما بتقول الحب بحبحة واللي بدا ارخي الستارة اللي فرحنا احسن جيرانك تجرحنا. هل دي موسيقى؟ ليه عملوا الستاير في البيوت؟ ليه؟ احسن جيراننا يشوفونا ونجرح بعض. طب ما نبص جوه، وليه خدنا المعنى من بره؟ ما دخلناش جوه العمق ليه؟ اتعمل لما قالوا سيد درويش غنى الحشيش، ما غنش غنى الحشيش للترويج. لا، غنى الحشيش للمنع، واللي موته الناس عارفه كان ايه. خلاص؟ اذا هناك بعض الاهداف الاجتماعيه عندما اغني لها بحذر واستخدم ايه المفردات.